هلا يا نور، حننتقل للفقرة الثانية على عمليات التجميل. هي من النوع التي تهدف إلى تحسين الشكل، لكن في بعض الأحيان تكون مخاطرها ومشاكلها أكبر وأثارها الجانبية طاغية على التحسين المنتظر في الشكل، وهناك آثار في بعض الأحيان على الأعصاب، وتدور الكثير من الأسئلة في أذهان الناس. لحتى نجاوب طبيا وعصبيا عن هذه الأسئلة، معنا الدكتور تامر الأمير تامر، أخصائي جراحة عصبية. يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك، دائما ضيف على شاشه الاخباريه السوريه. شرفي. بالبدايه يمكن كثير عم نشوف تساؤلات واسئله كثيره من السيدات والصبايا على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد ما يخضعوا لعمليه فيلر او بوتوكس تجميليه، عم يكون في مشاكل بالاعصاب او عم تحس بخدر ما. شو سببها فينا نقول؟ خلينا اول شيء نصنف موضوع العمليات التجميل. انت بتعرفي انه البوتوكس هو سم البوتولونيوم اللي نحن بنعمل فيه، المبدا تبعه انه نزع التعصيب عن العضله، ففعليا هو اليه تاثيره بتكون على العضله. طبعا خطا شائع بيقولوا انه والله انا عم احقن بوتوكس لشل العصب، هو لا، البوتوكس ما له اي تاثير على العصب حقيقه، هو تاثيره الفعلي على العضله او على المستقبلات اللي بين العضله والعصب. اما الفيلر فهو ماده مالئه للحيز، يعني ماده بتاخذ حجم معين تنحط تحت الجلد لتعطي اشكال معينه. هلا نحن اذا عم نحكي على البوتوكس وهو الاشيع وهو الاكثر انتشارا بشكل كبير، هلا اذا بدنا نحكي بشكل عام، البوتوكس امن بنسبه كثير كبيره، طبعا مو 100% ولكن نسبه اقرب للمئة. وفي ميزه كثير مهمه انه هو تاثيره مؤقت، يعني احنا دائما بنشبهه انه مثل قص الشعر، يعني بعد فتره رح يروح ويرجع للوضع اللي كان قبل حقن البوتوكس. حقيقه في كتير تاثيرات جانبيه للبوتوكس، ونحن عم نقول هاي التاثيرات لحتى ننبه الناس ما يصير عندها رده فعل اذا صار مع جارتها ولا صار معها ولا صار مع حدا من قرايبينها، انه صار عملت بوتوكس وصار معها هيك ويا لطيف وكذا. يعني انا مره اتصلوا معنا بعد يعني الساعة 2 الصبح انه في اسعاف ودخلك الحقني، طلع حدا حاقن بوتوكس وصار في ميلان بالوجه. اوف. طيب هلا هون بقى انا لازم بس افسر لهم شو عم يصير، شو السبب. او هلا للصدفة او مثل ما بيقولوا للشيء المثير للاندهاش، انه اشيع اختلاطات البوتوكس العصبية هو الصداع. تمام. بالرغم انه نحن بنستخدم البوتوكس احيانا لعلاج المايجرين بس الشقيقة، نحن ب 30 ل 40% من الحالات بصير درجة من درجات الصداع بعد الحقن. ناس بتعزيها انه لا، هي لانه شكيت الابر انا بهي النقاط فهذا وجع محل الابرة. طبعا هو مو هيك، هو صداع بسبب تغير التوتر تبع العضلة الجبهية، هذا بيعمل صداع. انت متعودة دائما تكوني بهي الشكل او متعودة دائما في شد معين على العيون والحواجب، هذا راح فبيساوي صداع. 1% من الحالات ممكن يستمر الصداع لثلاث أربع أسابيع. هلا هون بقى بلش نراجع الأطباء العصبية وأطباء الداخلية إنه صار معنا مشكلة، في اختلاط، في خطأ، في كذا. طبعا لا، مجرد هو تعويد معين للعضلة الجبهية، شغلة مؤقتة بتروح، بدها علاج عرضي. المريض لازم يكون بيزيده سوءا إنه يخاف. أكيد دكتور، في صبية تخلص من مشكلة التعرق الزائد باستخدام البوتوكس، هي التقنية الحديثة بهالموضوع، بعدين صاب شلل نصفي، ممكن نعرف شو السبب وشو علاجها؟ ها هون حتى هي الصبية راجعتنا، يعني راجعتك مشكلتها انتشرت بشكل كبير. طبعا نحن لكن مثل ما قلت لك، البوتوكس هو ما بيشتغل على العصب، يعني هو ما له تأثير على العصب، له تأثير على العضلات اللي انحقن عليها. هاي النقطة مهمة. طبعا فالمريضة لما اجت لعنا، هي المريضة عندها مشكلة بالأساس عم تعمل لها تعرق زائد. نقص الدراسة، يعني أنا مو مجرد أنه أنا عندي تعرق زائد إيه يلا نحقن بوتوكس مشينا. طبعا. لا، هون الخطأ، أنا لازم اندرس ليش عندي تعرق زائد، عندي شيء عم يفرز عم يأثر على الجهاز الودي وسوالي التعرق الزائد، لازم ينحل هذا الشيء قبل ما أحل الشكل العرضي له. هل هو طبيعي الجسم؟ هل هو زيادة إفراز هرمونات؟
الدراسة الحقيقية دراسة عصبية بسيطة طبعا، ما أنا والله كلمة دراسة نكبر الموضوع، دراسة بسيطة ننفي أسباب تانية ممكن توقينا من مشاكل البوتوكس. تمام. عندك أنت كمان في كتير ستات كبار بالعمر عمرهم بالستين سبعين بده يحقنوا بوتوكس، تلاقي بعد حقن البوتوكس طلع الشكل مشوه. ليش؟ طبعا لأنه هاي المريضة مثلا عندها سكري، عندها ضغط، عندها ضعف بالأعصاب، عندها مشاكل. بس دكتور طمنا على الصبية اللي صار معها شلل نصفي، لأنه انتشرت والعالم كلهم بدهم يعرفوا أخبارها شو صار فيها. طبعا بدأت تتحسن. الشلل النصفي إجا هلأ رح نقوله بسبب أنه صار عندها ردة فعل في جسمها للمادة البوتوكس. تمام. وأحيانا كتير للأسف أنه المريض ما بيكون عامل اختبارات تحسس، أكيد ما أنه مجهز مظبوط. نحن الموضوع بتحسن بالتدريج، ونحن طبعا اللي زاد سوءا هو الخوف والحالة النفسية للمريضة. بتجي مثل صدمة، يعني أنا رح أعمل بوتوكس أخلص من هالمشكلة، إجتني مشكلة أكبر، انصدمت الصبية. طبعا أكيد. طبعا فأكيد يعني في ردة فعل نفسية بتكون ردة بتخوف. فعل نفسية وأساءت للموضوع، لأنه بالأخير هي عملية بسيطة، بتقلك أنا رايح أعمل بوتوكس وكانت هيك النتيجة. طيب أنا رح أشرح لك شغلة، يعني وهي المشكلة اللي أنا حتى حكيناها مع البنت. نحن الإنسان ممكن يرشح أو يقرب مثل ما بيقولوا. تمام. ما هيك؟ أكيد. أي كل إنسان بالشتاء ممكن يرشح ويقرب. كلياتنا بنعرف إنه جيلان باري بيصير بعد أسبوعين من الرشح والقريب. الجيلان باري للما بيعرف هو التهاب أعصاب مترقي، ممكن يساوي شلل. فنحن أحيانا في شغلات مؤقتة، تحسس معين بيكون بشكل طبيعي ممكن يصير عند الكل حتى على البوتوكس. بس قبل ما نعمل هاي القصة وقبل ما نقول والله صار معنا تحسس وردة فعل الجسم خاطئة لهذا الموضوع، لازم نكون دارسين لحتى نتجنب قدر الإمكان أنه تصير معنا هاي القصة. لا لأنه مثل ما قلت لكم البوتوكس شيء آمن. بس هي فيها سمية، يمكن كنت عم تحكي نقطة مهمة دكتور، هي اختلاطات بالسمية، يعني أسر هي العمليات التجميلية اللي عم تصير. طبعا هلا ليكي في فرق بين الاختلاط وبين الخطأ. هاي اللي بدنا نفرق فيه. طبعا الاختلاط هو شيء وارد أنه يصير بالرغم من اتباعك القواعد الطبية المتعارف عليها. هذا اختلاط وارد وإن كان بنسب قليلة. هدف القواعد الطبية هي تقليل نسبة الاختلاطات وليس عدمها. ما في قواعد تعدم الاختلاطات، لأنه دائما في ممكن احتمالات بسيطة أنه تساوي لنا اختلاطات معينة، مو منلتزم بالقواعد. الخطأ هو شيء تاني. الخطأ مثلا مثل ما قلت لك أنه نقوم بحقن الكمية كبيرة من البوتوكس بعضلة وحدة أو مثلا في مكان خاطئ، هون صار في خطأ. يمكن كنت عم تحكي ويمكن دكتور كنت عم تحكي نقطة مهمة تحت الهواء، انه صار الاختصاص التجميل هو اختصاص. هلا عم نشوف البوتوكس والفيلر كثير من الناس عم يعملوها ما هم مختصين، فلهيك الخطأ وارد والاختلاطات واردة بشكل كثير كبير. يعني عم نشوف يمكن صالون التجميل هو عم يعمل فيلر او بوتوكس او الماكيرا. لا انا هون عم اقول لك هي النقطة اللي كنت عم اقول لك اياها. نحن ستات كبار بالعمر ممكن يكون عندهم ضعف بالعضلات، ضعف بالأعصاب، التهاب أعصاب، سكري لسه ما أنه مشخص 100%، شيخوخة بدأت بالعضلات وبالأعصاب. نحن نروح نعطيهم بوتوكس بالكمية اللي متعودين نعطيها لصبايا أو بعمر 40، ممكن بهاي الأثناء تساوي لي زيادة ردة فعل، بتلاقي الوجه انحرف أو صار عنا انسدال جفن أو انحراف بالتم. وبيكون طبعا هداك الوقت مثل ما قلت لك أنه إسعاف وصار معي شلل بالأعصاب وما بعرف شو. هذا الحكي ما هو صحيح، يعني الموضوع مؤقت ورح يتحسن بالتدريج. بس يعني بجوز هي عاملتها لمناسبة ويصير عندها هاي المشكلة، فبيكون ردة الفعل النفسية كثير صعبة، لأنه الصبية بهمها جمالها، فعرفت ردة الفعل بتكون قوية لأنه طبعاً بتخاف. طبعا هون النقطة اللي بدي شدد عليها، أنت قبل ما نعمل أي إجراء في استعدادات طبية وفي ناس خبراء طبيين، يعني طبيب التجميل اللي دارس التشريح. موضوع البوتوكس مو نقط علمناها بالنقط وقلنا إذا بحقن هون بالرفع الجبين، إذا بحقن هون بالرفع زاوية الحاجب، مو هيك القصة. كل إنسان له شكل معين، كل إنسان له توزع تشريحي ممكن يختلف بنسب معينة، بيكون دارسة طبيب التجميل. فأنا دائما بقول مختص الحقن البوتوكس هو اللي يكون طبيب دارس الموضوع طبعاً. على الأقل إذا شك إنه في ضعف بالعضلات، ضعف بالأعصاب، في أمراض مزمنة معينة مع المريضة، ممكن يطلب مشورة طبية. لأنه بالأخير البوتوكس هو مادة طبية اكتشفناها بالستينات، الناس ما بتعرف إنه نحن بنستخدمها بالستينات بعلاج أمراض طبية معينة مثل الحوال، مثل العرة. في مرضى بيكون عندهم عرة كنا نستخدمها من 40 و50 سنة لعلاج هذا الموضوع. فنحن عندنا فكرة كافية عن اختلاطاته البعيدة والقريبة.
هذا اللي بيساعد انه طبيب التجميل ممكن يعطيك الخيار الاصح. اذا شاف اي شيء ممكن يطلب استشاره طبيه، ممكن انه نقول له لا خفف الجرعه، ما نكتر الجرعه هون، لا هون يفضل ما نعمل اي شيء ابدا، خلينا نحن نعالج الاعصاب طيب الاول بعدين. دكتور انت دكتور حكينا على البوتوكس، خلينا ننتقل للفيلر. احيانا بيعبوا الفيلر بمنطقه الشفاه ولكن بصير هبوط بالشفه، شو خلينا نحكي عن السبب وهل في علاج سريع ولا كمان بياخذ وقته؟ هلا الحقيقه مثل ما قلنا نحن الفيلر والكولاجين البقري هو المؤقت اللي كثير شائع هالايام وكثير حللنا مشاكل. يعني احنا معظم مشاكل اللي بنشوفها هلا حاليا، واخر يمكن من يومين اجتني استشاره طبيه على انه الكولاجي الفيلر الدائم اللي بيكون مخلوط بحبيبات بلاستيكيه لتعطي الديمومه. هلا الحقيقه كان مغزى الاستشاره على نفس السؤال، انه انا عندي كل فيلر دائم بدي شيله، بس عم ينبهوني انه هو قريب على الاعصاب وممكن يساوي لي اذيه، بدنا طبيب جراحة أعصاب يكون معنا بالعملية. هون رح ننبه. أول شيء كولاجين الفيلر الدائم يفضل الابتعاد عنه تماما. أكيد. هلأ خلينا بالفيلر المؤقت الهيالوريك الهيالوريك أسيد أو الكولاجين البقري الشائع. طبعا مفروض ينعمل له اختبار تحسس قبل ما ينحقن، وهالاختبار ما يكون لمدة ساعة أو ساعتين، لا ينحقن قبل 3 أسابيع وننتظر ردة فعل الجسم عليه، لأنه الكولاجين رح يضل بالجسم مدة طويلة، حتى لو المؤقت مثل ما بيقولوا بيضل منه جزيئات صغيرة. طبعا ننتقل لسؤالة أنه ليش بيصير أحيانا ميلان، لأنه مو مدروس التوتر تبع الجلد. تمام. نحن في ومو مدروس قوة العضلة. أنا لما بدي أحقن أي شيء أنا عم أحمل الجلد والعضلة بهالناحية كمية أكبر أو وزن أكبر من اللي متعود يشد عليه هو، يعني طاقة أكبر من فبالتالي أنت الشفة بس ما حملتيها جزء أكبر، إذا فيها ضعف خفيف ممكن تلاقي صار ميلان صغير. أوكي. وفي أحيانا هي نادرة جدا حقيقة أنه ممكن يكون الحقن عميق فيرتشح الفيلر بالعضلات. تمام. ويؤدي لضعف، وكتير أندر من هيك إنه حتى بيقولوا على تحت العين الفيلر ممكن يسبب العمى كمان. خلينا نحكي عن هذا الموضوع عن جد، نادر هذا شيء نادرة بس هي عم بتصير بحالات إنه بس تتسرب المادة للشرايين بتؤدي إلى انسدادها وبالآخر بيصير هو عمى ومشاكل بالنظر. الحقيقة هذا اختلاط كتير 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 نادر. يعني لقلك ليش؟ لأنه نحن مفروض الطبيب لما عم يحقن اي نوع من انواع الفيلر عم يسحب بحيث ما يكون حقن ضمن الشرايين. تمام. وللاسف يعني حتى اذا بتنتبهي بالفيديوهات اللي بيعملوها برا بيتلافوا هي القصه. ايه. انه ما بيسحب قبل ما يحقن. تمام. وهذا خطا عنده يعني. أكيد. حتى بالجايد لاين هذا خطا، لازم تسحبي قبل حتى ما تحقني جوات شريان او وريد وتساوي تصلب فيه، وممكن تؤدي لمشاكل كبيره دماغيه كمان. طبعا لانه هيك بيساوي صمات، خاصة لو بتحقني كميات كبيرة مثل فيلر الأرداف هنيك ممكن تساوي مشاكل كتير كبيرة، وممكن حتى تساوي لي التهاب عصب وركي، وهي ضمن الاختلاطات اللي نحن منشوفها. إذا بدنا نرجع نقول على الفيلر الوجه، إنه نحن أحيانا حقن المواد بكمية كبيرة بتساوي شد على الجلد، تصلب بالجلد، تلاقي تغير لون الجلد. إنه بتجي ليش عندي حمار زايد هون؟ لا، لأنه شدينا نقص تروية الجلد وصار في عنا هذا نقص دراسة. أو أحيانا بيكون صراحة أنه لا المريضة بدها هيك. صحيح. لا ما بدها هيك، بدها يعني نسبة أكبر أو كمية بالتدريج أكبر، نمد الجلد بالتدريج، الشفة بدها مريضة هذا الشكل، فبيحقنوا كتير بيشدوا على الجلد، بتلاقي صار في ضغط على الأعصاب الحسية، مريضة ما عم تحس بشفتها أو ما عم تقدر تشد، لأنه كمان مو مدروس توازن العضلات. في كتير ناس بجوز أنت تشوفيهم هيك ماشيين شكل طبيعي، بس إذا بنجي بنفحصهم على مدرج فحص الأعصاب تبعنا بيكون في عندهم ضعف خفيف بالعصب الوجهي. هون إذا حقنا كميتين متساويتين هذا العصب ما رح يشد مثل هذا. تمام. فرح تبين المشكلة أكبر. قديش بيأثر على العصب إذا كانت الكمية كبيرة؟ حقيقة ما هي هون الشيء المطمئن، إنه نحن الفيلر بالحقن بالشفة ما بيأثر على العصب، لأنه أساسا العصب بيعصب العضلة اللي هي حوالين الشفة، ونحن هون مفروض نكون كأطباء عم نحقن فيلر، إذا كان طبيب اللي عم يحقن فيلر، إنه نحن ما منقرب على العضلة أساساً، نحن عم نحقن بالمنطقة الفاصلة بين المخاطية والعضلة تبع الشفة. تمام. فكمان هون نحن ننبه إنه الحقن الزايد بيشد على الأعصاب الحسية، الحركية ما لها علاقة.
حسية بالشفة وبده يساوي لنا خدر وتنميل. لهيك بتقول لك صبي ماني حاسة بشفتي يعني. هيك بتقول لك أول طبعاً. فترة ما بحس بشفتي بعدين شوي شوي بشعر فيها. لأنه كمان أول فترة بده يصير وزمة بسبب دخول الإبرة بتخف هاي الوزمة بعد يومين ثلاثة بترجع الإحساسات. هلأ إذا كان أوفر كتير أوفر كتير زيادة الحجم عنا حالات ضل فيها الخدر والتنمين بين الست شهور للسنة. طيب بهاي الحالات النادرة دكتور شو علاجها؟ في مواد إذابة الفيلر هل بتنصح فيها ولا لا؟ هلأ الحقيقة إذا نحن وصلنا لهي المرحلة وعادة نادرا لنستخدمها بهذا الاستطباب. تعرفي إذابة الفيلر بيستخدموها لتغيير الشكل أو صار في مشكلة جمع بجهة أو أكثر من جهة. هلأ نحن نادرا لنستخدمها لموضوع الأعصاب لأنه عادة مفروض يخف بعد يومين ثلاثة. إذا ما خف معناتها التأثير كبير. هلأ إذا بدنا نستخدم مواد الحل للفيلر بيكون تأخرنا لأنه طبعا. العصب أوريدي بعد 48 ساعة أو 72 ساعة تموض بهالطرف. نستنى لحتى يرجع ينمى جزء الفرع طبعا الفرع الحسي تبعه مرة تانية. طيب. موضوع بده 6 شهور لسنة. دكتور هلأ كمان في شيء جديد إذابة دهون الوش كمان هي عن طريق حقن بالإبر. هل هذا الشيء بيأثر على الأعصاب ولا لا؟ طبعا على أعصاب الوش. هون أول شيء بده يكون الحقن مو عميق. تاني شيء بده يكون بنقاط معينة. ثالث شيء مدروسة تشريحيا نبتعد عن فروع الوجه وهي الأهم والأخطر. ثالث شيء هو كمان الشغلة اللي كتير مهمة إنه أحيانا ممكن يصير عنا شوية خدر وتنميل كمان هذا مؤقت ما بيخوف الست. مفروض تعرف إنه هذا مؤقت بتحسن بشكل تدريجي بس بده صبر ووقت. وممكن نحن نغذيها بشوية فيتامينات لأنه عادة بيكون عندهم نقص بفيتامين بي 12. طيب دكتور خلينا نعطي يمكن نصائح عامة لكتير من السيدات اللي عم يشوفونا لما بدها تتجه لا تعمل أي شيء تجميلي بالوجه. نحن بنعرف إنه الوجه نوعاً ما هو المنطقة الحساسة وهو المنطقة يعني اللي بتقول السيدة إنه المراية تبعيتي. فخلينا نعطيها بعض النصائح. هلا الحقيقة أنا إذا بدنا نبلش هيك بنصائح سريعة. أول شيء التجميل وخاصة تداخلات تجميلية نقولها من جراحة وحقن و هذا إجراء طبي. فلازم نكون مختارين طبيب اللي نحن منوثق فيه طبيب أخصائي تجميل اللي منوثق فيه إنه هو قادر على مساعدتنا. ثاني شيء أي إجراء طبي في العالم يحمل نسبة من الاختلاطات. أي إجراء طبي ممكن. في العالم لازم هي تتقبل هذا الموضوع. إذا هي أخذ القرار بشكل إنه أنا بدي أعمل هاي القصة لازم تتقبل هاي الموضوع. ثلاثة للحسن حظنا نحن إنه الاختلاطات في عمليات تجميل هي اختلاطات بسيطة ونادرة. طبعا إذا كنا عم نحكي على اختلاطات صارت ضمن الرينج مو اختلاطات نادرة جدا. هي اختلاطات بسيطة ومؤقتة وممكن تتحسن بالتدريج مع الوقت. ما عم نحكي على الاختلاطات اللي بنقولها نحن الأخطاء الطبية. عم نحكي على اختلاطات بسيطة هي واردة هي واردة بأي مكان. عنا وجه مونفيستو ما بعرف إذا أنتم سمعانين فيه إنه الست بتروح لتعمل بوتوكس تطلع بنظرة الاندهاش. هذا كمان منتشر بشكل مونفيستو. كبير. أي طبعاً هو اسمه وجه مونفيستو منتشر بأوروبا بشكل كبير. اتلافوه بعدين يعني قدرنا نتلافاه بعدين كأطباء بأنه يصير الحقن بنقاط تانية معينة. هذا الاختلاطات الست لما بدها تعمل أي عمل تجميلي تختار الطبيب اللي هي مقتنعة فيه واللي عنده المؤهلات الكافية. اثنين تكون مستعدة نفسياً لأنه أي اختلاط صار ممكن نحن نحله وممكن يتحسن بالتدريج. وثلاثة نحن ما لنا رايحين عند كوافير ولا رايحين نعمل مكياج. هذا إجراء طبي. هذا الإجراء الطبي ممكن يحمل أي شيء معنا. لازم نهتم فيه ونتبع نصائح بعده. يعني ما بصير النصائح اللي بيعطيها الطبيب ما لازم نهملها. أنا ما معقول روح أعمل بوتوكس بدي روح أحضر سهرة أو أعمل فيلر ورايح أحضر سهرة. ما نو مكياج ما نو صالون تجميل أكيد. لحتى أنه نستهون الأمور وبنفس الوقت الاختلاطات تكون بسيطة لأنه هي إجراءات على الجلد والبشرة وكلها بتتحسن بعدين. ما في داعي مثل ما بيقولوا الهلع بعد ما يصير أي شيء بسيط. دكتور هلأ انتهينا من البوتوكس والفيلر. بيقولوا جراحة الأنف ممكن تعالج مرض الصداع المزمن. شو رأيك بهالكلام ولا لا؟ هلا الحقيقة ممكن تعالج مرض الصداع المزمن وممكن تسبب صداع مزمن. هلا هذا بيعود لل
الحقيقة للمريض نفسه. هلا إذا أنت عندك ضخامة قرينات وانحراف وتيرة شديد، فوارد يكون عندك صداع، وارد يكون عنا التهاب جيوب مزمن وصاير عنا صداع. هلا لما بيكون هدفنا بالتجميل أو هدفنا بعملية الأنف إنه نصلح انحراف الوتيرة، نخفف ضخامة القرينات، نحسن الأكسجة تبع الدماغ، هون ممكن نحن نعالج الصداع ضمن سياق عملية التجميل. أما في أحياناً تلاقي بنات بدهم يصغروا فتحة الأنف، إنه أنا بدي فتحة أنفي تكون كتير صغيرة، إيه؟ هلأ هون نحن ممكن نعمل صداع. تمام. لأنه عملنا الآلية تبع ضخامة القرينات وانحراف يعني الوتيرة، حسب كل سكرنا مجرى الأنف. حالة مريضة بتختلف عن الثانية. نتشكرك دكتور لوجودك معنا، نتشكر معلوماتك القيمة دائما، وأكيد منشوفك بحلقات قادمة بإذن الله. دكتور تامر شكرا لوجودك معنا، ودائما في معلومات مهمة بتكون مع حضرتك بكل أطلال. شكرا كثير لك.